بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا المتيم في حماك نزير. هذا رسول الله سيدي الذي ربط العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسير. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا الذي ظللته الغمامة إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. يا رب إني قد مدحت سيدي محمدا بقصيدتي فيه فوادي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى، إمام العلوم وبحر الوفا، الذي أرسله ربنا بالهدى ودين الحق، فعلى يديه الحق قد اكتفى. عظمه وجمله وزكاه واصطفاه، فجعل الصلاة عليه فيها الشفاء. أيها الكرام الأماجد، واصل اللقاء والعطاء في هذا المقام القرآني الإيماني النوراني المحمدي، ليلة العزاء والوداع والتكريم للراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس إلى لقاء رب الناس سبحانه وتعالى. عاش طيبا ومات طيبا. كان هذا الفقيد الكريم، كان وجهه منورا ومنورا ببركة القرآن، بحبه لأهل القرآن، بحبه لآيات المولى العليم العلام، وبحبه لسيد المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. بمجالس أهل القرآن كان محبا للخير ومحبا لأعمال الخير والعمل العام، رحمة الله عليه. من الحج حسين زناكة عليه في وداعة الرحمات وسعة المغفرة من مولانا الرحمن الرحيم، سائلا ربه جل في علاه أن يجعل هذه الليلة من أسعد الليالي عليه، وأن يشفع فيه مولانا النبي المصطفى صلى الله على حضرته ببركة القرآن العظيم. القرآن مأدبة الله في أرضه، وغذاء هذه الأمة، ودستور الأرض والسماء. حقا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينا الخير أجر الذاكرين مكملا. قارئ الشباب الأول، علم إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي، سفير الدول الأوروبية والمحافل القرآنية الدولية، القارئ بالقنوات الفضائية، فضيلة القارئ العلم والصوت المميز على عرش دولة التلاوة، القارئ الشيخ محمد سليمان شهاب علم التلاوة، والمقيم بمركز ومدينة مدغمر بمحافظة الدقهلية، وامتعنا بمعجزة سيد المصطفى. اللهم صل عليه، ويا رب أكرم من يصلي على مولانا النبي، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وكان تقيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ويذكر في الكتاب مريم ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اذكر في الكتاب مريم وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالدي
الذين ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا كتاب مريم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اقرا في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت
إليها روحنا فتمثل لك بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لك بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك بك لأهب لك غلاما زكيا. صلى على النبي على الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صالح صلى الله عليه وسلم. عايزين نسمع سيدنا الشيخ سيد متولي عبد العال ان شاء الله. سلامًا بتحب سيدنا الشيخ سيد الله يرحمه، فانت ما تحرمناش من حاجه بالصلاه على سيدنا النبي. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك صدق الله العظيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فنادى من تحتها ألا
أحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فقلي
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.
صحبيا قال إني عبد الله. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب
الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم المتعال وبلغ حضرة الحبيب المختار ونحن على ذلك من الشاهدين الأبرار سورة قرآنية سجلت تاريخا قرآنيا عريقا من رائعة آي سورة مريم عليها السلام. هي السورة الوحيدة في القرآن التي سميت باسم امرأة تعظيما لها وللحبيب المعظم سيدي عيسى عليه السلام، هذا النبي الذي ولد بدون أب. كانت التلاوة بفضيلة القارئ العلم وعلم إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي القارئ الموهوب وأيقونة التلاوة على عرش دولة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد سليمان شهاب علم التلاوة والمقيم بميت غمر بمحافظة الدقهلية. امتعنا بآيات المولى العليم العلام، حقا هذا كلام الله الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق، هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق، هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق، المقام القرآني والإيماني النوراني المحمدي للوالد الكريم الذي رحل عن دنيا الناس إلى لقاء رب الناس سبحانه وتعالى. عاش الحياة بحلوها ومرها، عاش طيبا ومات طيبا، محبا للقرآن، محبا لأهل القرآن، محبا لمجالس الذكر. عمنا الراحل الكريم الحج حسين زناكة عليه فيوضات الرحمات وسعة المغفرة من مولانا الرحمن الرحيم. برقية العزاء مقدمة من فضيلة الشيخ الحبيب محمد برهان، كذلك أيضا الكابتن رشيد عامر والحج أحمد عبد الجابر في هذا الصرح النوراني الكبير. اسمهم عائلات زناكة الأعلام كبيرا وصغيرا، باسم أبناء الفقيد الكريم وأشقاء الراحل الكريم يتقدمون للجميع بخالص آيات الشكر والتقدير. تقبل مولانا عزاءكم وشكر الله سعيكم. هندستنا الإذاعية، مؤسسة الإذاعات الخارجية والمحلية، مخازن الفراشة، لؤلؤة الأنوار الزابية، محطات الديزل الكبرى، مؤسسة البشمهندس صبري علي بسلامات بالبي الشرقية، مؤسسة الهنا الفندقية المتر حسام صابر المتنقل عبر جميع أنحاء الجمهورية الغرب والتل الكبير، محافظة الإسماعيلية، عميد المصورين بالجمهورية، جامع تراث مولانا الشيخ الليثي رحمة الله عليه، مش مهندس ناصر صلاح الزقازيق شرقية مخرج الليالي القرآنية. أيها الكرام الأماجد، شكر الله سعيكم، إن هذا كان لكم جزاء
وكان سعيكم مشكورا.